السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد الأمين من قناة الأمين. وقبل ما نبدأ كما العادة، علاش ما نصلوش على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا. ما راحش ادي لكم دقيقة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشياء ندمت عليها في البكالوريا 2017 وما طبقتهاش، دخل قبل ما يفوتك الوقت. هذا هو العنوان اللي غادي نديره في الفيديو ان شاء الله. المهم، انت وانتي اللي راكم بغيتو تفوتوا الباك 2018، سمع هاد النصائح وهاد النقاط من عند شخص مجرب. اخوتي تبع هاد النقاط، فاتني انا، انت خصها ما تفوتش عليك انت يا خويا، واسمعها مليح مليح، مجرب خير من الطبيب. اوكي، تبع معايا واسمع معايا غاية، باسكو هاد النقاط هما اللي يحددوا لك مصيرك، وهما الا طبقتهم تدي النقطه اللي راك باغيها نتايا، ماشي 10 11 كما حالتي انايا اللي ما طبقتش هاد النقاط واني نادم على اللي ما طبقتهمش. مالا سمعني وحط راسك معايا، وجيب ورقه وسيلو وكتبهم وعلقهم في شومبرا نتاعك باللي غادي تطبقهم الا راك باغي تدي الباك نتاعك افيك مونسيون، وتفرح العائله نتاعك وتفرح نفسك، وتخير التخصص اللي تبغيه نتايا ماشي اللي فرضه عليك المعدل نتاعك. يبقى نتبع معايا. اول حاجة ندمت عليها هي المراجعة من بداية السنة، المراجعة من بداية السنة، المراجعة من بداية السنة. الف خط تحت هذه الجملة، المراجعة من بداية السنة اخوتي، المراجعة من بداية السنة مهمة 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 جدا. علاش المراجعة من بداية السنة مهمة جدا؟ دون نقول لكم علاش. هنايا شعبة العلوم التجريبية وتقني، تقني رياضي والرياضيات اني نحكي علينا حنا، اما شعب الادبيه وتسير اقتصاد على بالي نفس الامر ينطبق عليهم. مهم انا نحكي لكم عن تجربه تاعي انا. بالنسبه لنا حنا علوم تجريبيه، عندنا اغلبيه تاع الدروس في الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعه والحياه نقراوهم في بريمي تريماس. شفتوا علاش بريمي تريماس؟ كي تكون مكمل منها، تكون كملت كي تكمل منه وتدي كونجي، يكون عندك واحد المجموعة تاع دروس اللي عندهم نصيب الأسد في البكالوريا، ودائما اللي تعاودوا كيما الدول العددية وهندسة الفضاء في الرياضيات والفيزياء كيما الأكسدة وإرجاع والنووي، وكان حتى اللي دخلوا الكهرباء في بريمي تريماسر ثلاث وحدات في الفيزياء والعلوم الطبيعة والحياة تركيب بروتين والمناعة. شفتوا علاش مناعة تتعاود كل خطرة في البكالوريا اخوتي، حتى تركيب بروتين. السجيات يا اما تجيك هنا تركيب بروتين، لا السجي الاول يجيك تركيب بروتين، والسجي الثاني يجيك الانزيمات، حتى الانزيمات في الطبيعة في العلوم الطبيعة والحياة. انسيتها سكرتها اخوتي، لازم عليكم مراجعة من بداية السنة، حتى الى ما راجعش بديك الوتيرة العطلة راجعها، العطلة راجعها، مشي تكتبها في ورقة وتعلقها صاي، لا، عزم على روحك باللي إلا راك باغي تسدي الباك تاعك افيك مونسيون، ودير ميدسين، ودير مش عارف مدرسة عليا، ولا دير مش عارف نتا حاجة لك باغيها نتايا، سهر نوض بكري، تعب، دبر راسك خويا. مهم 9 شهور في الساعة تفوت خويا، في الساعة تفوت. حنا تاني كنا ندخلو كنا نضحكو 9 شهور طويلة بصح في الساعة فات، صدقني والله غير تفوت شغل مكان والو. اذا المراجعه من بدايه السنه مهمه خوتي، سيرتو الا راكم بغيتو تسدو معدلات نتوما باغيينها، ماشي معدلات 10 11 كما انا اللي ما طبقتش هاد النقطه وراني نادم عليها ندم شديد، بالرغم من انني ديت البكالوريا ودرت تخصص في الجامعه لا باس به يعجبني ومقتنع به، الا انني ندمت ندم شديد ان هاد النقطة غابت عليا، وحتى لاخر دقيقة تفكرتها، حتى اخر يوم تفكرتها، حتى اخر مرحلة طبقتها، اني ندم عليها اخوتي، ومانيش باغيكم نتوما تطيحوا فيها. سمعوني اخوتي، مجرب خير من الطبيب. اذا المراجعة من بداية السنة. ثاني حاجة هي تنظيم الوقت من بداية السنة. التنظيم شيء مهم، التنظيم والتخطيط يوفر لك وقت. إذا راك باغي ترتاح أثناء المراجعة
فعليك بالتخطيط خويا قبل ما تنوض. كي تنوض تنوض تصلي الفجر نتاعك والصبح نتاعك صباح ربي وتقهوى، جيب ورقه وستيلو كاع وانت راك تقهوى وكتب البرنامج نتاعك النهار تاع اليوم واش غادي دير فيه بالساعات والدقائق، هكا باش تنظم الوقت تاعك ودير اوقات راحه وما تنساهاش. شيء مهم دير اوقات راحه بين اوقات المراجعه نتاعك. بالنسبه للاشخاص اللي قالوا لي بعثنا توقيتات وانا مش عارف انا برامج توقيت تاع تنظيم الوقت، هذا افضل مثال لتنظيم الوقت خويا. تنوض بكري تكتب كاع واش غادي ديره اليوم، هكاك باش نتايا تكون منظم اكثر، خير من الشيء اللي فرض عليك جدول تنظيم الوقت. المهم النقطة الثالثة، المراجعة في المنزل. المراجعة في المنزل راك داخل زوج دروس خصوصية تاع مات، زوج ليكور تاع فيزيك، زوج مش عارف واش، ما تديش الباك لو كان ما تراجعش في الدار تاعكم وما تعاودش كاع واش درتو وتزيد حوايج ما فهمتوش تفهمهم في المنزل تاعك. المراجعة في المنزل شيء مهم، سواء لوحدك سواء مع المجموعة تاعك اللي درتها في اول سنة مع اصحابك وتفهمتوا عليها باش تقراو كل خطرة في منزل واحد ولا في مكتبة ولا طب راسك. المراجعة في المنزل عاودوا كاع واش درتوا، عاودوا داك اللي ريفيزيتو مع لوسه تاع ليكور ولا نتاع القسم تاعك، عاودها وحدك في المنزل. المراجعة في المنزل شيء مهم خوتي. رابعا عدم التحضير الجيد اثناء الفروض والاختبارات. معنى اخر التحضير الجيد اثناء الفروض والاختبارات اخوتي، عندك فرض على سيمانه ريفيزي له مليح كانك راح تدخل للبكالوريا، يا اخوتي ريفيزو له مليح الباك باسكو هاد ريفيزيون راح تنفعك في اخر السنه. انك تحضر من اجل اختبار وفرض تبقى لك في المخ نتاعك وتترسخ لك احسن من انك تراجع هكاك بدون اختبارات وفروض، لانك راح تكتشف نقاط الضعف نتاعك. خامس نقطة هي حل البكالوريات السابقة خصوصا المواد الأساسية واللغات الأجنبية من 2008 حتى 2017 بدورتيه و2016 بدورتيه، راح تكتسبوا واحد تكتسبوا منهجية الإجابة. سادسا متابعة الدرس مع الأستاذ في القسم وطرح الأسئلة عليه، وهذا شيء مهم خطي. المهم بلا ما نطولوا الفيديو نتاعنا، نقول لكم إلا عجبكم الفيديو ديروا جام وسبسكرايب او اشتراك او صبوني وبارتاجيوها مع اصحابكم اللي راح يفوتوا الباك 2018 باش ما تغيبش عليهم هاد النقاط ويطبقوها احسن تطبيق. نبقى لي غنقول لكم سلام.